السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا تحدثنا او بدأنا يعني بالجونيبر مرة واحدة وخشينا على الكونفيجريشن على الاعدادات وبلشنا بالراوتر مثلا بالانترفيسز بالستاتيك راوتينج بالريب راوتينج، لكن يعني لازم يعني نعطيكم مش المثل بحكي انه يعني علمني كيف اصطاد، يعني أعلمكم كيف تصطادوا خير من إني أطعميكم كل يوم. يعني ممكن بيوم من الأيام أنسى مثلا، ما يكونش عندي أكل أشياء مثل هيك، فأنا بعلمكم كيف أنتوا تصطادوا، فهيك بطعميكم كل يوم من أيام يعني حياتكم. ف أنت طبعا بتقدر تختار ال يعني النوع اللي بدك إياه من ال هاي. يعني مثلا انا بدي ياهو بينج، في ناس مثلا بتحب دك دك جو، اللي بدكو اياه يعني، مش يعني مش الموضوع موضوع هاي. ف كيف بدي اعمل؟ مثلا ممكن اطلب جي ان سي اي اي ستادي جايد، مثلا طبعا انتو شايفين هنا ستادي جايد هاي من شركة جونيبر، يعني بس بتعمل له سيف لأنه بي دي اف فورمات. هاي واحدة جي ان سي اي اي مثلا، هاي هذا الرابط رهيب، هذا الرابط فاست تراك، هذا مباشرة تدخل عليه مباشرة، يعني هذا فيه معلومات كثيرة عن موضوع ال هاي. هذا أول شيء بدك تعمل، بدك تعمل له لايك. ليش؟ لانه في عندك هاي وهاي. طبعا يعني حكيت لكم انه موضوع جونيبر مشكلتهم انه يعني بيعتبروا انك انت عارف وفاهم الشبكات وكل شيء، بس الموضوع بالنسبة لك موضوع كيف اعمل الكونفج، كيف اعمل هاي الاعدادات على راوترات جونيبر. اما يعني السيرتيفيكيشن تبع سيسكو ببلش معك اساس انه انت يعني من انتري، من انت لا تفقه شيئا اول شيء، يعني لسه ما بتعرف شو يعني الراوتر، شو يعني سويتش، ايش يعني كيبل، شو الكيبل، ليش لازم نستخدم هذا الكيبل هون، ليش لازم نستخدم هذاك الكيبل هون. فغالبا الناس يعني بتتجه نحو سيسكو اولا بعدين بتدخل على جونيبر، لكن انا بحكي لك اللي بتعلم جونيبر من البدايه ما في راوتر بيوقف قدامه او ما في سويتش يعني بوقف يعني بوجهه. ليش؟ لانه فعلا انت بتكون يعني عندك عندك زي ما بيحكوها يعني عندك روح المقاتل، لانه جونيبر يونكس شيل يعني ابدا. اما سيسكو فهي خلينا نحكي نوع من الاوبتمايز شيل، يعني شيل يعني كوماند لاين انترفيس، لكن خالد دسم يعني هاي ال يعني اكثر شيء ممكن توصفه فيه الكوماند لاين انترفيس تبع سيسكو، يعني ما يعني بس بعطيك الاشي اللي بيشتغل، الاشي اللي ما بيشتغل ما بخبيه عنك، لكن هذا يعني ممكن تحكي انت طب هيك احسن، لكن انا بحكي لك يعني هو احسن، لكن لقدام لما انت تتقدم بالموضوع راح تشوف انه هاي الشيء الاحسن صار بالنسبة لك حدود ضيقة يعني. اما هنا عندك الحدود ما فيش حدود نهائيا، لدرجة انه انت بتقدر تعمل برنامج وتشبكه على الراوتر وهو يعمل كونفيجريشن والى اخره امور، يعني في سكريبتينج نوع من البرمجة ولا كذا. ف يعني هاي عندك الفاست تراك 1 و2 هذولا ممتازات كمان. طبعا تنساش انه في عندك جي ان 0 101 102 اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، جي ان سي اي اي يعني احنا بادين من ال بادين يعني بالشيء المفيد على طول، يعني يعني احنا ما راح نحكي ايش البي جي بي والاي اس اي اس، لكن احنا بما اننا دخلنا هاي المواضيع فاكيد راح نتكلم عنها. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.